أعلن مجلس المناقصات والمزايدات إطلاق المرحلة الأولى من الإشعارات في نظام المناقصات الإلكتروني، وذلك من خلال إصدار 8 إشعارات جديدة موجهة للموردين والمقاولين، ليصبح مجموع الإشعارات المتاحة في النظام 37 إشعارا، وذلك تماشيا مع المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. بهذه المناسبة أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات حرص المجلس على مواصلة مساعي التطوير لتعزيز التواصل والتحول الرقمي وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية، مضيفا أن التحديثات الأخيرة تعكس التزام المجلس في تعزيز خدمات نظام المناقصات الإلكتروني. ويعمل مجلس المناقصات والمزايدات على تحديث وتطوير الإشعارات وقنواتها لتشمل كافة مراحل وإجراءات المناقصات والعطاءات، بما يعزز من ممارسات أنظمة المشتريات وتعزيز مشاركة الموردين والمقاولين، إذ يأتي إطلاق هذه الشعارات الجديدة ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى تحسين وتعزيز وإثراء المعلومات الموجهة للموردين والمقاولين خلال دورة المناقصات المطروحة في النظام الإلكتروني.